الله معكم اخوتي، سلام ربي يصب قلوبكم. المجد الاب والابن والروح القدس، امين. اليوم بدي احكي عن امر مهم جدا 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 بحياتنا الايمانيه، هو حول امور بنستعملها واكيد ما بيعرف اللي عم يستعملها شو خطورتها او شو اساسها او اذا بتتعارض مع ايمانه او لا. بدي احكي مثلا من ضمن اللي بدي احكيه عن الخرزة الزرقاء، بدي احكي عن نضوة الحصان، عن العجينة اللي بتحطها العروس فوق باب بيتها لما تتجوز، البوط اللي بنحطه على السيارة بس نجيب سيارة جديدة، وكلهم هول طبعا بيصبوا بمحل واحد مشان صيبة العين ومشان الرزق يكتر، وحتى مشان اللي بيقول للتاني رقيني أنا مريض. حاول الرقوة شوي بدي أحكي. رح بلش بالخرزة الزرقاء اللي كلنا نعرفها بس ما بنعرف شو خطورتها على حياتنا الإيمانية، لا بل بنعتمد عليها من أجل صيبة العين أكثر ما بنعتمد على الله وعلى قديسيه وعلى أمنا مريم العذراء بطبيعة الحال، ومار يوسف والملائكة ورؤساء الملائكة يلي بذكرهم بس بينرعب أدخن شيطان وبيخاف. الخرزة الزرقاء بتعود لزمن كتير قديم، لعند الشعوب القديمة الوثنية اللي ما كانوا يعبدوا الله والشعوب اللي بتعبد الشيطان. الخرزة الزرقاء هيدي بدعة اخترعها الشيطان ونكوز عليها الشعوب حتى تعملها. لون الأزرق منه بالصدفة ولا العين اللي بقلبها هي صدفة أبدا، لأنه كان الشعب القديم يصور الشيطان عنده عين وحدة، ويصور الشيطان ذات لون كحلي هيك قريب على الأزرق كحلي، هذا الشعوب القديمة. فالشيطان خلى هيدي الفكرة براسهم وخليهم يعملوا هيدي الخرزة الزرقاء من لون أزرق وحط بقلب عين اللي هي بدها تكون عينه اللي بده يشوف فيها كل البشرية، مثل عطول لأنه كان بده يتنافس مع الله بده يحط فكرته مثل مشيئة الله ومثل ما الله بفكره للناس شو بده يصير أو بمشيئته للعالم. مثلا الشيطان على فكرة بيتدخل بكل الأمور اللي الله عطينا إياها وبيجرب إنه هو يحط حاله مكان الله. مثلا الخرزة الزرقاء لونها أزرق، اللون الأزرق هيدا هو لون السماء اللي بنشوفه نحن على القليلة بالجلد الكرة الأرضية، فإذا بحط حاله الشيطان كمان بمحل الله إنه هيدا لونه هو الأزرق، يعني أنا من السماء، وبحط عينه اللي بتقول كل القديسين بيقولوا العين عين الله ترى في الظلام، عين الله ترى على الشعب، وعين الله على خائفيه، وانه الله بضل عينه علينا وبيحبنا كل هولي. اذا لا، انا بيقول الشيطان كشيطان بحط عيني انا هيك من السماء كانه الشيطان اللي شايف الناس وعم ينظر من السماء، يعني بعده حط حاله بمحل عالي جدا. هيدي البدعه بتعود لمن زمان، ناس بيقولوا للعصر البابلي الوثني، وناس بيقولوا للي قبل كانوا يستعملوها كمان المشعوذين، وخلوا الناس حتى بتروح لعندهم انا موجوع انا بين شيء، بيقول لك هاي من الحسد، خذي هيدي الخرزه الزرقاء. وقلت لكم شو بتعني الخرزه الزرقاء بخطورتها، مش بس هيدي خطورتها كمان الخرزه الزرقاء. هلا ولو نحن يا اخوتي كايماننا بدنا نجيب لطفل بيخلق جديد نحط له خرزه زرقاء، طب ما ليه؟ بطلت القونة تنفع، بطلت قونة العذراء تنفع، بطل الصليب ينفع. الصليب اللي بيقول مار أنطونيوس الكبير إذا بصلب إيدي على وجهي بيهرب الشيطان، أرسم صليبك على وجهي فيهرب مني عدوك، هيك كان يقول له لله، بس صلب إيدي بيهرب عدوك يا رب، لأنه الشيطان هو عدو الله. تقوموا أنتوا بتجيبوا الخرزة الزرقاء وبتحطوها على ابنكم او على بنتكم بس تخلق او بالاعراس او مخوفه مصيبه العين وتحطوا له اياها، حطوا الصليب، الصليب اللي بيحمينا، القونه اللي بتحمينا، اسم الله اللي بيحمينا، العذراء بتحمينا، مش عين الشرير والخرزه
الزرقاء. هلا في اكثر راح الشعب القديم، وفي شعوب بعدها هلا عايشه بيضيعوا بجبال بتشوفوها، وخصوص الشعب اللي ميلة البابليين وميلة السحارة، بشو بحطوا على جبيهم لون ازرق، نقطة زرقاء، او على خدهم او على ايدهم بتشوفوا في نقطة زرقاء. هيدي النقطة الزرقاء مثل ما قلت أنا بالشعب القديم السومري والبابلي كمان كانوا كتير يحطوها، لأنه حتى هون الشرير يا أخوة الشيطان بده يقلد كمان بسفر تثنية الاشتراع اللي بيقول: فاجعلوا كلماتي هذه في قلوبكم وفي نفوسكم واعقدوها علامة على أيديكم ولتكن عصائب بين عيونكم. هيدي أنا عملت عنها فيديو وحكيت عنها، ليش اليهود بيحطوا العصبة على راسهم بيلفوا هيك بس بدهم يصلوا، هاي السوداء اللي بتبقى على ايدهم او بلفوها على راسهم. رح ارجع لكم ليش، لانه الشعب اليهودي فهمها بحرفيتها، حط على ايده وحط على جبهته، بينما نحن اليوم نحمل انجيلنا بايدنا، كلمة الله اللي بتحمينا، ومنحط بقلبنا وبعقلنا ربنا يسوع والصليب اللي هو بيصير جواتنا، ومنحكي فكر الهام الرب اللي هو بيباركنا. الناس لا، هوليك بعضهم عم بيحطوا العصائب على عيون ايديهم، وبعض الشعوب بتحط هالنقطة الزرقاء وهالنقطة الزرقاء هون وعلى ايدها. الله بيحمينا، ولا اي نقطة زرقاء ولا اي خرزة زرقاء، هاي خلوها براسكم. صليب الرب هو الحامي، ربنا هو الحامي اللي فدانا بموته على الصليب. رح انتقل على ندوة الحصان. ندوة الحصان هي اللي بدها تحميك يا انسان. نبضة الحصان اللي بتجي بتعلقها على باب بيتك، على الشعب القديم كان يقولوا بيوصل الانسان اللي بيصيب بالعين اللي عندكم بيطلع على هيدي النضوة الحديد، بتروح كل عين، واو واو جايبه، بتروح كل عين هون، بس يفوت على البيت بطل يطلع على كل شيء، على اساس انه الحسود رح يطلع على هاي، وبس يفوت لعندك يلاقي الانترنت ويلاقي الفيديو ويلاقي السياره ويلاقي الذهب ويلاقي اولادك الحلوين ويلاقي مرتك ويلاقي عفشك، ما حيطلع بعده عينه على النضوة برا. شو هالفكر السخيف اساسا؟ ما إذا كان عن جد حاسد، وهيدي موجودة في منا، بتصلي الله يكسر حسيدته يكسر حسده، مش إنه بتحط له النضو برا بيلتهي فيها تكون أنت يعني ضبضبت حالك جوا. شو هالحكي هيدا؟ تكسر الحسد بالصلاة، بالصلاة بتكسر الحسد. ولكل الحاسدين ولكل الشهونين وكل الناس اللي بيطلعوا، من الرب قايل لهم لا تجعل النور اللي فيك ظلام، يعني على عيوننا منطلع واو يا ريت انا هي عندي، واو يا ريت انا عندي. ما نحن بنفتكر انه لا تشتهي هي فقط الامور الجسديه، لا، ما تشتهي سيارته، ما تشتهي امراه غيرك، ما تشتهي بيته، اراضيه، امواله، ما تشتهي شيء. ما تخلي النور اللي فيك يصير ظلام، انتبهوا كثير منيح. مش نضوه حصان بتحمي، صليب الرب هو اللي بيحمي. زينوا بيوتكم وبواب بيوتكم بصلبين وبايقونات وباقوال وايات وتماثيل قديسين وصور قديسين وامنا مريم العذراء، هيك زينوا ابواب بيوتكم. صليب بيحمينا، كان من زمان اجدادنا يحطوا وحطوا على جبال لبنان، كانوا يزينوا كل جبل بسبع صلبان، السبع علامة النصر والسبع صلبان يصلبوا عليك حتى يبعد الشرير والشيطان يزيح. ويا ما طاردين شياطين بقوة الصليب، وبعدنا ورح نبقى. من الميلة الثانية بدي احكي عن البوط اللي بتحطوه على سيارتكم اذا كانت جديدة، قال بيبعد العين. طيب بدل البوط يا انسان اللي انت حاسه انه هيدا رح يبعد عنك كل حسد بسيارتك الجديدة، اشتري رينجر، جيب رينجر وعلقه، بركي بصير هيك يحميك اكثر. البوط صغير يمكن حمايته تكون خفيفة، جيب بوط كبير هيك خليه يحميك اكثر انت وسيارتك. شو هالسخافة وصغر العقل! بصلاتكم بتحموا كل املاككم، بصليبكم بتحملوا كل املاككم، بالمسبحه اللي بتتركها بسيارتك واللي بتصليها بعجقه السير او انت ورايح على شغلك وانت وجاي، هي اللي بتحمي من ضربات الشرير. وحتى لو صار في ضربات، ما انا ماشي مع الله، اكيد اتلقى ضربات من الشرير، بس المسبحه معي، المسبحه بايدي، المسبحه بسيارتي، الصلوات بسيارتنا، التراتيل بسيارتنا، صباط صغير بده يحميك. لهون نزلت يعني، وهيدي من قبل لهلا يعني، الله يساعدنا. الصليب بيحمي، كلمه الله تحمي، والايات اللي بيحموا. بعدوا قد ما فيكم اخوتي عن هالامور الوثنيه الشيطانيه، وبدي اقول اكثر السخيفه. نحن مع الله ما رح يهمنا شيء، كلمه الله بتحمينا، روح الله بيحمينا، الروح القدس، الرب يسوع، ابنا مريم العذراء، مريم يوسف، عندنا كل هالقديسين
بنروح بنجيب بوط وبنحطه، عندنا مسبحة الوردية بنروح بنجيب نضوة وبنحطها. بعدين بدي أوصل أقول لكل عروس وعريس الله يهنيكم، بس بيجيبوا بالتقليد هالعجينة بحطوها على باب البيت إن شاء الله مبارك طبعا، وبحطوا هالعجينة قال تتلزق ببيت جوزها وما تعود تفوت مثل ما بتلزق هاي العجينة، وإذا ما لزقت يدلها للعروس يا حرام شو بتكون، بتحطها تتلزق ببيت جوزها. وبيرجعوا بيجيبوا هول ليرات النقل او قال ليره ذهب، في ناس بيتكرموا ويصيروا يحطوا حتى تزيد املاكهم وتزيد مصرياتهم، بحطوا بقلبها تزيد مصرياتهم تتلزق هي ببيت جوزها. يعني ما بدي ازعلكم اقول لكم قديش سخافه وقديش فتنه بعادات وثنيه، الله اللي بيرزق بيرزق والله اللي بيعطي، واتكالنا على كلمه الله تلزق ببيت جوزك لما تكوني انت وياه عامل البيت على مخافة الرب وحب القديسين وامنا مريم العذراء وماري يوسف، والرب يسوع يكون بيتكم والانجيل يكون بيتكم وكلمة الله بيتكم، هي اللي بتخليك تلزقي مش العجينة. لأن لما اتنينكم تكونوا عايشين بمخافة الله ومحبته ما حدا رح يترك التاني، لا عجينة ولا غير عجينة، بالعكس جيبوا هالعجين هيدي حطيها بالمعجن عندك بالبيت وعملي عجين وقولي نشكر الله مبارك عجيناتي تيضل النعمة عنا بالبيت، وصلي للقديسين وشوفي كيف الأرملة اللي عملت مع مار الياس قد ما فيك اعطيه المحتاجين، هيدا اللي بتخليك تلزقي وهيدا اللي بخليك تلتزقي بالسما مش على الأرض بس، والمصاري ما تحطيهم بالعجين تصدقي فيهم روحي تبرعي، هيدا بخليك تلتزقي، وعم بقول للعريس كان بتخليكم تلتزقوا بالسما مش بس بامور ارضيه. بخصوص انا متضايق او راسي عوجان تاع رقيني، الرقوه هي كانت صلاه اساسا، ما بعرف كيف ناس غيروها بدلوها سموها رقوه. حافظوا على الصلاه، يعني انا راسي عوجاني تعي يا امي صلي لي على راسي، تعي يا بي صلي لي على راسي، تعي اختي صلي بالكنيسه للابونا صلي لي على راسي، للراهب صلي لي على راسي، للراهب صلي لي على راسي، لبعضنا البعض حدا مؤمن معكم صلي لي على راسي، صلوا بعضكم لبعض بيقول الانجيل من اجل بعضكم بعض، كلنا فينا نصلي على بعضنا لبعضنا، صلوا ولا تملوا، وصلوا مش تقول تعا عبر ايك شو عبر ايه، صلوا بشفاعة امنا مريم العذراء ومار يوسف ومار الياس ومار جريس ومار شربل كل القديسين، وصلوا وباركوا بعض، باركوا ولا تلعنوا. بخصوص التبصير حدث ولا حرج، اكيد قايلين قبل بنقول كتير انتبهوا من التبصير ومن المبصرين، وانتبهوا من اللي عبقى لكم هيك بدك تعمل هيك بده يصير معك، وخصوصا تبصير القهوة او تبصير عند احد الاشخاص ديروا بالكم، هيدي كلياتها يعني ما بس بدي اقول عليها اعمال شريره، هي اعمال نصب، اذا بدي اقولها باقل ما في اذا عم تتسلوا مع بعضكم هيدا طق حنك وتسليه، بس بعدوا عن هالتسليه لانه بتصير جد للناس اللي عم تستعملها تسليه، بس انتبهوا كتير منيح لانه هيدا او هيدا امر كتير خطير جدا جدا جدا. اليوم لا الخرز الزرقاء ولا النضوة ولا البوط ولا أي شيء تاني بيحمينا، كلمة الله اللي بيحمينا بنخليه بقلبنا بنخليه أمامنا، لأنك عن يميني فلا أتزعزع، عن يميني يعني أنا متكل عليك يا رب فلا أتزعزع، هيدا هو الرب اللي بتكل عليك يا رب فلا أخاف سوءا لأنك معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني، الرب هو اللي بعزينا وأنصرنا في وادي الموت ما بتفرق معنا لأنك معي يا رب، مش النضوة وخرز الزرقاء، شوفوا المزامير شو بتقول، خلي المزامير تحميكم، خلي كلمة الله تحميكم، لما أقول مزامير يعني كلمة الله، بيقول البابا شنودة الله يرحمه احفظ المزامير تحفظك المزامير، شوف ما اجمل هالقول، روحوا على الكنيسه خدوا حمايه، خدوا حمايه من القديسين من مريم العذراء من الرب يسوع من الرب الروح القدس، خدوا هيدي الحمايه الاساسيه،
هيدي الحماية الأبدية اللي ما بتخلص، وما تردوا على أي شيء وثني شيطاني تاني ولا على أي شيء أبدا أبدا. هون ما بدي بقى أجيب، حكيت قبل كتير عن التاتو، غير التاتو كمان انتبهوا كتير منيح كتير منيح، انتبهوا على شو عم تعملوا أجسادكم هيكل للروح القدس. انتبهوا انتبهوا انتبهوا، صلوا قد ما فيكم، صلوا لي وأنا بصلي لكم، بعدوا عن كل الأعمال الشريرة، عن كل المنجمين، عن كل البصارين، عن كل هيدي الأعمال اللي آخرتها كتير سيئة. رفعوا الصليب ببيوتكم، على بلاكينكم، قدام بيوتكم، مش شي تاني أبدا. اسم الرب منرفع، حي هو الله، حي هي روح الله. قديسينا، وهلا طبعا حي هو الله، نتذكر النبي العظيم الحلو الرائع اللي بحبه كتير مارلياس، شوفوا شو اقروا قصته، شوف شو عمل هو كهنة بعل وشو صار بيناتهم. إن كان الله هو الرب فاتبعوه، وإن كان بعل اتبعوه، ما تمشوا بين اثنين. انتبهوا انتبهوا انتبهوا، وخصوصا لحماية أولادكم الأطفال الخلقانين جداد، بيركون بالكنيسة، بيركون بالصليب وبالقونة اللي بتحطوا له إياها. اسم ربنا يسوع المسيح يباركنا جميعا، والله معكم.